أنا أحمد صيام، ممثل مصري. الحقيقة أول مرة أنزل المغرب، بس الحقيقة أنا سعيد سعادة ما أقدرش أوصفها. بلد مريحة، زي ما بنقول عندنا في مصر ريحة خفيفة على القلب، تخش قلبك بسرعة. ناسها ناس طيبين من أول لحظة، تحس إنهم إن بيعتبروك واحد من أهل البلد. أول ما نزلت في كازابلانكا كانت حالة، وبعدين رحت طنجة بقت حالة تانية مختلفة، حالة جميلة برضو. جيت هنا تطوان، لقيت في تطوان بقى حاجة، يعني الهوى نفسه ريحته حلوة، الهوى نفسه يحسسك انك قريب من البلد. حاسس ان كل حاجة هنا وكأني شفتها قبل كده، كأني عشتها قبل كده. الناس هنا ودودين جدا، بيحسسوك من اول لحظة انك واحد من اهل البلد. انا كنت جاي هنا علشان احضر مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل، سعيد ان انا جيت في الدورة الـ15 دي، وزعلان اني اتأخرت 14 دورة ما جيتش، انما ان شاء الله تتكرر تاني. سعيد بالاهتمام بالطفل وبثقافته، سعيد بالمملكة المغربية وبجلالة الملك، وتبريكات كبيرة لصاحب السمو الملكي الامير الحسن ولي العهد، وكل سنة وهو طيب وبصحة ودايما في خير وسعادة. شكرا لكم. المملكة المغربية لها في قلبي باع طويل، لأن أنا بحضر إلى المغرب من عام 2001 تقريبا 22 عام، زرت كل المدن المغربية اللي بتتمتع بطابع أخلاقي راقي، وهي بيوتها البيضاء وقلوبها البيضاء وناسها البيضاء، شيء رائع المملكة عموما. أما عن تطوان بالتحديد، فأنا علاقتي بتطوان علاقة وطيدة جدا، لأني تقريبا قاسم مشترك في كل المهرجانات الموجودة في تطوان، بداية من مهرجان المسرح الأدبي ومهرجان مسرح الأطفال ومهرجان مرتيل لمسرح الطفل ومهرجانات أخرى كثيرة في منطقة تطوان. فأنا أعشق تطوان، أعشق الحمامة البيضاء، ولي أصدقاء كثر هنا، وكمان عملت ورش للتمثيل والإخراج والسينوغرافيا كتير، أكثر من 5 أو 7 مرات متوالية في مدينة تطوان، فلها في قلبي عشق قديم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.